جاوبتنيش على أنا حتى جاوبت. سؤال من انا جاوبتك جاوبتك بطريقتي. قلت لي شنو علاقتك مع خميس خوك اليوم؟ نمشي له للدار نهزو. انت كفنان اليوم مهبول تقربع تغني جيتارة شادت والله تحب نقول لك مزامير الشيطان. تحب نقول لك حكايه انت مزامير الشيطان خميس خويا اخر طلع انا مزامير الشيطان بي وش بي بالنسبه ليه ليه مش مزامير الشيطان بالنسبه لي انا انت بالنسبه للاتجاه والنظره السلفيه للفن لا 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 اذا نقول لك حتى القران ربي قال ورتل القران ترتيلا ورتل ما قالش شد جيتارة ودنيا ربي يا ولدي انا مو كررت لك القران تو بكيت شنو علاقه خوك انا كررت القران تو في المباشر ماذا بيا انت ما ترتلش القران فهمتك علاش خاطر كل على القران عنده مرتلين وعنده ناس وصلي بسم الله طيب ليش قتارة بعد شب خلك سيدنا موسى عمل هكا شغل البحر باهي فازي هي اللي بعد خوك شنو هو موقفه منك اليوم كفنان والله اخر حكايه حكاها لي قال لي اعمل غنيه على كلوب افريكا خوك والله للامانه والله وعملت غنيه وكتي مو باش نكملها وتحيه لكلوب افريكا تحيه للسياح